بسم الله الرحمن الرحيم، مع درس جديد في الأندرويد. هنشرح اليوم عن طريقة عرض بعض المعلومات عن جهازي الجوال وعرض بعض خصائص نظام الأندرويد اللي نازل عليه. في البداية نتعرف على كلاس اسمه بيلد. كلاس بيلد من خلاله بقدر أوصل المعلومات عن النظام أو خصائص النظام اللي موجود على جهازي، تمام. وهنا حسب موقع الديفلوبرز الاندرويد من خلال بقدر اعرض الفيرجن او الفيرجن كود الاصدار اللي نازل على الجهاز، البراند. طبعا في مثال معمول عليه وهنشوف عملي ان شاء الله. انا بيعرض بس المتغيرات او البيانات او الخصائص اللي انا ممكن اعرضها، بالاضافة لكده انه ممكن اعرض الاي بي الجهاز والماك ادرس، بس مش من خلال البيلد، بس خلال طريقة تانية. نروح للمثال العملي. بنروح على اللاي اوت. اللاي اوت انا عامل مجرد تكست فيو لعرض البيانات. نروح للكود الجافا، هنا عرفت تكست فيو سميته انفو. خلي الموضوع الخاص بالشبكة لبعدين. المهم عرفنا الانفو، تمام. string اسمه details، هنا عملت concatenation لكل الخصائص الموجودة في البيلد، عرضتها الريليز ال SDK البورد البراند display fingerprint hardware ال ID المانفاكشر الموديل السيريال. طيب نيجي للجزئية الخاصة بالشبكة. أنا في هنا دالة تعمل ديتكت للنتورك، بشوف هل هي واي فاي أو لا. فهنا عرفت بولين واي فاي فولس موبايل، شوف الشبكة الواي فاي أو لا. كونكتيفيتي مانجر بشوف نوع الشبكة. تمام، في حالة إذا كانت واي فاي الـ IP address هيستدعي دالة نجيب الـ IP أو موبايل هيستدعي دالة تانية. في حالة إذا كان موبايل هنا بيستدعي الـ enumeration الخاص بالـ network interfaces الموجودة وبيعمل عليها iteration ويرجع لي ال IP. اذا كان واي فاي، في الواي فاي انا هنا عرضت ثلاث حاجات. اولا عرفت واي فاي مانجر اذا كان enabled مفعل الواي فاي، بجيب الانفورميشن عن الواي فاي دي، تمام. اذا كان connected بقدر اجيب الاي بي، برجع الاي بي ادرس. هنا الاس اس اي دي من خلال الواي فاي انفو بقدر اجيب اسم الشبكة اللي انا فيها. الماك ادرس بنفس الطريقة بقدر اوصل للمعلومة دي. وفي النهاية بضيف على الانفو بالإضافة للـ details بقول له الـ IP address الـ MAC address الـ network name. لكن لاحظ في معايا أنا
في حاجة بتلزمني عشان أوصل للشبكة، لازم يكون معايا البرميشن، لازم يكون عندي صلاحية إن أوصل للشبكة. فلازم أضيف بعض الإضافات، يعني بعض الحاجات تنضاف أو permissions تنضاف في المانيفست فايل، الإنترنت access network state والaccess wifi state. نيجي للتطبيق، أنا أخدت سناب شوت من التطبيق بعد التشغيل. هي دي البيانات اللي بتنعرض، أتمنى تكونوا استفدتوا من الدرس. أرجو أن تكونوا قد استفدتم من مشاهدة هذا الفيديو. لمتابعة المزيد من الفيديوهات والمواضيع، الرجاء عمل سبسكرايب للقناة وعمل لايك وشير لصفحة الفيسبوك، رابط الصفحة أسفل الفيديو. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.